أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألف لام را تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم
لا والله أكبر ولله الحمد لا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صدق الله.